فمولو يا اخو. لا اله الا الله بكل الاشاعات والكلام الناتو والغرب عندهم تقنيه عاليه، شوشوا على الاتصالات، عملوا رسائل للشعب الليبي مش عارف عن طريق الشبكه الليبيانه، وقفوا لنا البث الاذاعي، عملوا لنا حرب الكترونيه اعلاميه لبث الفوضى والذعر في ليبيا. وايضا سربوا من خلال البحر ومن خلال سيارات مدنيه عصابات المخربين الى داخل البلاد وقاموا بعمل شوشره. وشفتوا كيف الشعب الليبي هب بالكامل، رجال ونساء ومواطنين، وقاموا بكسر العمود الفقري للمتبردين والجثان والعصابات امس واليوم. والان هنقوم بجوله في مدينه طرابلس الاماكن الاكثر سخونيه، وتشوفوا ان الامور تمام والوضع تمام جدا. فنطمئن ونطمئن العالم كله ان الاوضاع في ليبيا ممتازه جدا. سيف الإسلام القذافي يأخذ الصحفيين في جولة بحسب ما يقول إلى أكثر أماكن خطورة، وهو قال بأنه تم كسر العمود الفقري للمتمردين والجذام بحسب تعبيره. والحقيقة هذه الصور كما وردتنا من الأسوشيتد بريس تماما واضح أنها بدون مونتاج، يعني لم يتم تغيير أي شيء فيها، واضح أنها كانت في لحظاتها مع انقطاع الكهرباء وتشغيل محولات كهربائية بالأمس طبعا. وحتى اليوم قبل نصف ساعة من الآن قبل أن ندخل إلى هذه النشرة كانت كل المعلومات تقول بأن سيف الإسلام القذافي تم اعتقاله وهو تحت الإقامة الجبرية، وكانوا يقولون بأنه المحكمة الجنائية الدولية دخلت في مفاوضات مع المجلس الوطني الانتقالي لتسلمه. وإذا بنلاحظ الآن في هذه الصور، في صورة لمعمر القذافي ترفعها سيدة على ما أعتقد، مكتوب عليها تاريخ اليوم 23/8، تاريخ اللحظات قبل لحظات 2011، واضح سيف الإسلام القذافي يحيي مجموعاته. والخبر كان في البداية نقل عن صحفيين من فرانس بريس بأنهم التقوا سيف الإسلام القذافي، وهذه الصور نقلناها لكم مباشرة قبل قليل. سننتقل طبعا، سنبقى نتابع إذا كان سيف الإسلام سيأخذ الصحفيين، هذه الصورة التي أشرت إليها قبل قليل، سيأخذ الصحفيين في جولة إلى أكثر الأماكن خطورة بحسب ما قال. بالتأكيد ستصلنا صور إلى أين يذهب سيف الإسلام القذافي. الآن نحن بحاجة في الإعلام وربما كل الليبيين بحاجة إلى إجابات، ما الذي حصل، ما الذي يحصل، لماذا تم هذا الإعلان، وكيف يظهر سيف الإسلام القذافي
يتنقل بين مؤيدي صحيح قلة ولكنهم مؤيدون. سيذهب سيف الإسلام القذافي بعدما قيل بأنه تم احتجازه واعتقاله من قبل الثوار، وسيتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل ليبيا. يعني كان هذا هو الجدل اليوم، ولكن الكلمة الشهيرة في ليبيا قالها سيف الإسلام، قال طز في المحكمة الجنائية الدولية عندما سئل أنه ستسلم المحكمة الجنائية الدولية. واضح أن الصور مباشرة وغير ممنتجة، وهي فعلا لسيف الإسلام القذافي. لذلك سنبحث في الساعات القليلة المقبلة عن إجابات ما الذي حصل، ولماذا هذا اللغط، ولماذا قيل لسيف الإسلام معتقل ثم يظهر أنه حر. في نهاية هذه الساعة نذكر بالعناوين فقط. مصير القذافي مع سيطرة الثوار على معظم طرابلس والأطلسي يبدأ دك أسوار باب العزيزية. الرئيس الأمريكي يعد بمساعدة ليبيا بعد القذافي ويدعو الثوار إلى عدم اللجوء إلى العنف والانتقام. سبعة قتلى برصاص الأمن السوري في حمص، وأمين عام الأمم المتحدة يقول إن الأسد لم يلتزم بعهوده لوقف العنف. وربما العنوان الأبرز ظهور سيف الإسلام القذافي بعد أن قيل أنه تم اعتقاله من قبل الثوار. إلى اللقاء.